بيسان اسماعيل تردد تخصف قمر الطايف، فبعد ما قمر تبلوك البيسان وشالت الفولو عنها بالانستغرام، قمر نزلت ستوري على اغنية قديمة انه هي كتاب عن الجمال وانه هي كلش حلوة. فبعد بيسان بشوية نزلت ستوري تخصف قمر الطائي وتغني عليها اغنية انه انت مين مفكرة حالك، عندي ما بشغلك شغالة يعني خدامة. شو يعني